عين السيد عمر محمود سليمان نائبا لرئيس الجمهورية. بتعيين اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية نائبا أولا للرئيس حسني مبارك، وتعيين الفريق أحمد شفيق وزير الطيران رئيسا للحكومة، يكون الجيش المصري قد تحرك خطوة على درب التعامل مع الأزمة الحاصلة في مصر بالطريقة التي يراها ملائمة والملخصة في تغيير النظام ورموزه. الجيش المصري أقوى الجيوش العربية والإفريقية بحسب عدد من المصادر المتخصصة، أصبح الآن معني مباشرة بالتعامل مع الوضع والإجابة على مطالب الشارع، والتي يبرز من بينها تغيير النظام السياسي بما يتلائم مع مبدأ التداول أعلى السلطة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 30 عاما، والتحدي الأكبر أن يتم ذلك بأقل التكاليف. الصحافة الأمريكية والنيويورك تايمز تحديدا كتبت وفق مصادرها أن قادة الجيش المصري لم يكونوا موافقين على احتمال أن يخلف جمال مبارك والده في رئاسة الحزب ثم البلد لاحقا، وتبدو قرارات الرئيس مبارك الأخيرة منسجمة إلى حد بعيد مع ما كان يرغب به العسكر، وربما يكون ذلك بمثابة التكامل. تقريبا مثل ما حدث في تونس، في مصر دخل الجيش إلى المناطق المدنية بالقاهرة وغيرها وسط استقبال حار من البعض أو في هدوء على أقل تقدير. متظاهرون من الشباب خصوصا امتطوا دبابات وشاحنات عسكرية كانت تقطع أزقة القاهرة وشوارعها، وكان البعض يلوح ويحيي الزائر غير المألوف هذا. ويفسر البسطاء والمتعلمون في مصر هذه الظاهرة من منطلق تاريخي مرتبط أساسا بالمعارك الكثيرة التي خاضها الجيش المصري مع جيرانه والقرارات التاريخية الكثيرة التي كان وراءها قادة الجيش عندما استلموا مصير البلد ومشاريعه الكبرى. على مستوى قيادة الجيش، تشير أغلب التقارير إلى أن اللواء عمر سليمان الذي يرأس جهاز المخابرات المصري يعد من أكثر الشخصيات احتراما في الشارع المصري. هي مسألة كاريزما ربما، أو ربما لارتباطه بالمفاوضات الماراثونية حول السلام في الشرق الأوسط بأعمال التخريب. وعندما زاد الجيش المصري من تموقعه الميداني والسياسي، أصدرت القيادة العسكرية بلاغا حذرت فيه من مغبة المساس بالأمن العام والخروج عن القانون، لكن الشارع بقي يتظاهر على مرأى من عناصر الجيش التي التزمت حيادها. تطورت مهام الجيش خلال الأزمة المصرية الحالية إلى غاية تشكيل غرفة عمليات استثنائية جرى اجتماعها الأول بعيدا عن قصر الرئاسة كما جرت العادة في مثل هذه الأحداث، وتمت بحسب الأخبار الواردة دراسة الوضع العام في البلاد. ووفق المعطيات المذكورة، يبدو أن أقدار مصر أصبحت بيد العسكر بمختلف تشكيلاته ورتبه، ويكون الجهاز القوي هذا بصدد البحث عن مخرج آمن يعكس مطالب الشارع ويجنب البلد دفع ثمن منطق الاستمرار في السلطة مهما كلف الأمر ذلك.